إدراكا لدور التعلم المبكر لمهارات التحليل والتفكير المنطقي عند الأطفال واليافعين، أقامت هيئة التميز والإبداع بالشراكة مع الجامعة الافتراضية السورية الاختبارات الأولى لمشروع الماراثون البرمجي للأطفال واليافعين لعام 2019 الاستراتيجي، الذي يعمل على الربط العلمي بين الأجيال في المعلوماتية، وذلك بمشاركة 1573 طالب وطالبة من مختلف المحافظات في مرحلتي التعليم الابتدائي والإعدادي. التفاصيل رصدتها الزميلة سمر معمو. بهدف إعداد جيل يواكب التطور التقني ويساهم في إيجاد حلول تخدم الواقع في مختلف القطاعات ومساهمة في بناء جيل المستقبل في سوريا، أقامت الجامعة الافتراضية السورية بالشراكة مع هيئة التميز والإبداع الماراثون البرمجي للأطفال واليافعين لعام 2019. الأسئلة بتعتمد على التحليل، على التفكير المنطقي، كيف ممكن أنه يفكر بحل مشكلة معينة بطريقة ما بكفي فقط الحل، يعني لأنه بدها تعتمد أنه بأي أسرع طريقة بأي أسهل جهد ممكن. إحنا هلأ على التوازي فتحنا 19 مركز، 5 منهم بمدينة دمشق، وصل عدد الأطفال واليافعين ل 680 طفل مع 690 يافع. بالنسبة لنا هنا كانوا مقسمين على 5 فترات، إقبال جيد وجميل جدا، كان في تدرج واضح بمستوى الأسئلة، في أسئلة سهلة، أسئلة متوسطة، وأسئلة صعبة لتمييز المتميزين. شوفوا اليوم من حماس، من إقبال، من تفاعل من الأطفال واليافعين اللي هن طلاب مرحلتين الابتدائية والإعدادية، هو هذا ثمرة الشراكة بين الجامعة الافتراضية وهيئة التميز والإبداع ضمن مشروع الماراثون البرمجي، مشروع استراتيجي، مشروع علمي، مشروع له رؤية استراتيجية كتير مهمة للأجيال، لأنه بيربط الحالة البرمجية وموهبتها ما بين طلاب الابتدائي الإعدادي والثانوي ضمن الأولمبياد العلمي والماراثون البرمجي. الاختبار الأول بداية هالماراثون لهذا العام هو عبارة عن اختبار يتمحور حول المهارات الذهنية، المهارات المنطقية، من خلال مجموعة من الأسئلة والأحجيات الصغيرة اللي بيقرأ الطفل السؤال بيحاول يختار الجواب الصحيح من مجموعة خيارات مطروحة أمامه. الهدف منا نحدد إمكانية إنه هالطفل يكمل ضمن هالبرنامج التدريبي أو الماراثون البرمجي، ويفترض يحصل على حد أدنى 40% كعلامة لحتى بعدين ينخرط معنا بمجموعة من الجلسات التدريبية على عدة أسابيع رح تكون لاحقا، أو هو ممكن يقوم بعملية تدريب ذاتي من خلال أهله يساعده مثلا إذا ما حب يلتحق بالبرنامج التدريبي. صار بعدد من المراكز على نطاق واسع، مثل ما شفتوا كمان الأطفال واليافعين الأعمار في كذا عمر عنا، امتحاناتهم كانت أمورها تمام، وكان حتى في كتير مثل بيقولوا في عندهم آفاق، يعني انه بيقدروا يحلوا اكثر من نوع من المسائل. نحن عنا اول مرحله ريجستر مفتوح لاي حدا لاي شريحه، بعدين بتبلش الاختبارات من مستوى مبتدئ لمحترف، كل مالها بتزيد بنختار نحن، كل مالها الطلاب بنختار النخبه منه. إن شاء الله بكون من المميزين، وأنا بتوقع أنه لما قريت النموذج لقيت الأسئلة خفيفة ممكن أي حدا يتأهل. والحلو بالماراثون أنه بعد ما نعمل الامتحان التأهيلي اللي بيتأهل بيعطوه دورات مجانية بالبرمجة، وهذا اللي خلاني أسجل. أنا اللي بيهمني هلأ أكتر ما هو الفوز أكتر من أني أتعلم البرمجة، لأنه بالحالتين الواحد إن فاز بالماراثون وإن خسر بيطلع فايز، لأنه بيكون على الأقل يتعلم شيء مفيد بيفيده بحياته. إدراكاً لدور التعلم المبكر لمهارات التحليل والتفكير المنطقي عند الأطفال واليافعين، يتضمن البرنامج التدريبي عدة مراحل يتم فيها إجراء الاختبارات المسبقة والمرحلية لدعم قدرة الشباب السوري والناشئة على المنافسة عالمياً، وتوسيع القاعدة الشعبية للبرمجة عند مختلف الشرائح العمرية.